هن أيور المحرم نتان أيجان كله أشي زوار وسجوز ذلي مسلمين نتان إيجا وإيرن اللي تسمان الأشهر الحرم كان كوز اللي دي بدرب تبارك وتعالى الآية لغنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وكما تنيقان يقدو القعدة دو الحجة دو محرم دو رجب كذا سنين دي سبعين النبي صلى الله عليه وسلم كان كوز. وكان العظيم الشرف اللي سفركين ويرناد هن ربي تبارك وتعالى اسمنسن يزيد دي اسمنس التاني شهر الله المحرم اتي تشرف اتي تعدام صغيكا. ابو هريره افرس ربي تبارك وتعالى يروى ديال الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وكان أي يراد هن أرقسي فولك الظلم أرقسي خشن قيس الظلم هن العديد أرقسي تعدى بنادم اسم كان ربي تبارك وتعالى أشكر ربي تبارك وتعالى تيني. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وخد ظلم انت اتي حرمة كي قد لقت كي قد تيور ولكن غيرنا المحرمة كان بزاف يشد بزاف الظلم والفلكي. اشكي ابن عباس فليس ربي تبارك وتعالى التاني فلا تظلموا فيهن انفسكم اي في كلهن هن كله يرن ربي تبارك وتعالى ويسنى هذه الظلم. ولكن كوزاد هن اختصنا بزاف الحرمة من الظلم هن خش نقيس الذنوب ونقيس نسكر الذنوب هذا تعظم غير كان العمل اللي فولكين تنتا ونتقيس نتسكر هن ربي تبارك وتعالى عرسي تخلص عرسي تزيد غلا جر. وكان ما يفولكين بزاف اي ظلم او مسلم ويراد المحرم ان الصوم يفولكي ايقاد التطوع يفولكين. اشكون النبي صلى الله عليه وسلم اللي تسقسن الصحابه الناس بكلو كان تظلت فولكين بعد المكتوبة الناس انتظلت لي فولكين هذا ربي بعد اختار لي فرن استي كان تظلت نضيض ان الناس ما كان الصيام لكل فولكين بعد رمضان ان الناس النبي صلى الله عليه وسلم الصيام لي فولكين بعد رمضان ايزوم ومسلم شهر الله المحرم.